بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن التوازن العددي للرقم 7 في القرآن. ذكر الرقم 7 أول مرة في القرآن في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. هذه السورة سورة البقرة آية 29. تذكر رقم 7 آخر مرة ذكر في الرقم 7 في القرآن في قوله تبارك وتعالى: وبنينا فوقكم 7 شدادا. أيضا هذه السورة سورة النبأ آية 12. والله أعلم.